إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأحاول إن شاء الله في هذه الخطبة المباركة أن ألخص لكم أهم النتائج التي حصلت بعد زيارة الجنوب التونسي وزيارة منطقة جالس والحامة، والحمد لله الأسبوع الفارط. وهذه الزيارة مهمة ولا بد أن نستشف منها الدروس والعظات، لأنها شأن ديني، شأن إسلامي، شأن يهم الأمة ولا يهم الأفراد، بل يهم الجماعة كلها. كما تعلمون بأن سرطان التشيع في تونس قد سرى في بلادنا وانتشر في العديد من الأماكن، ولكن المعقل الأساسي لهذه الفرقة الضالة، لهذا السرطان الخبيث، هو الجنوب التونسي وبالتحديد منطقة جالس التي فيها المئات من المتشيعين. وهؤلاء قد وصلوا إلى درجة عليا من التنظيم، عملوا جمعيات أشهرها الرابطة التونسية للتسامح، جمعية أهل البيت، دار الزهراء للنشر والتوزيع، كتب، مطويات، أنشطة، بل في الانتخابات شاركوا بقائمة انتخابية، وطامعين يشدوا في المجلس التأسيسي ويمسكوا الوزارات، وممكن غدوة يشدوا وزير شيعي ولا زوز، وممكن يحكمكم رئيس شيعي في نطاق الديمقراطية وحقوق الإنسان. فهذا الخطر خطر كبير والعياذ بالله، واللي صار له خيالنا في سوريا يصير لنا في يوم من الايام، وتذبحون الواحد تلو الاخر والعياذ بالله. فلزمنا نفيق على رواحنا ونقوم قوة رجل واحد لهذا الخطر الذي يتهددنا. لبينا الدعوة لشباب احد الجمعيات في نطاق حملة سماها حملة الفاروق، الفاروق عمر، لمقاومة المد الشيعي ونصرة سنة نبينا المختار عليه الصلاة والسلام والذب عن الصحابة الأخيار وأمهات المؤمنين. فلبينا الدعوة ونزلنا إلى الجنوب، فخرجنا بثلاث نتائج باختصار. كانت والحمد لله زيارة موفقة، ونسأل الله أن تتكرر بإذن الله، ونحن سنواصل حملة الفاروق في تونس، وبإذن الله سنجر هذا العمل في بقية ولايات الجمهورية حتى يعلم هؤلاء المجرمين وهؤلاء الأوباش بأن في تونس ثم رجال قد باعوا أنفسهم في سبيل الله للذب عن هذا الدين ونصرة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. هذه النتائج اختصرتها في ثلاثة فاءات، فاء أولى، فاء ثانية، فاء ثالثة. شنو السبب اللي خلى هؤلاء ينتشرون في تونس ويمتد النفوذ نتاعهم؟ الفاء الأولى هي الفراغ، فراغ العلم وفراغ الوعي. الفاء الثانية هي الفرقة، والفاء الثالثة هي الفقر. أما الفاء الأولى اللي كانت سبب في انتشار التشيع في تونس هي فاء الفراغ العلمي والفراغ المعرفي. وكما تعلمون بأن بلادنا في حالة تصحر، ووصلنا إلى درجة من الأمية الدينية حتى أصبح الناس لا يعلمون ما هو معلوم من الدين بالضرورة. مرة تسأل أستاذة محترمة، قالت لو زوجي أنا مريض بالسكر يفطر في رمضان وراه يجامع فيا، يا ترى افطرت أنا؟ مرأة مثقفة أستاذة ما تعرفش الجماع يفطر، تعرف كان ماكل وشرب تفطر، يعني فضايح. حتى الواقع الروس أنا ما نعرفهاش، 75 سنة احتلال أجنبي، ثم 55 سنة احتلال داخلي، ونكبنا في علمائنا ومشايخنا، وأغلق جامع الزيتونة، ووقعت إبادة كبرى،
إبادة عامة ودمار شامل على الإسلام وأهله، ولكن نفضل بالإسلام وشبني على الأشخاص. مات النبي عليه الصلاة والسلام ومات الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، ومع ذلك الإسلام ما ماتش. هذا نور ربي ما ينطفيش، مش دينيانا ولا دينك أنت، هذا دين الله. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الفالولة اللي خلت السبب، كانت سبب أساسي في انتشار التشيع وهالأفكار الضالة والعقائد الخبيثة في بلادنا، هي الفراغ العلمي. والغريب أنه بعض الإسلاميين اللي ينتميوا الإسلام ويدعيوا أنهم عندهم جهل مطبق بالعقيدة الإسلامية وبالفرق الضالة وبنواقض الإيمان ونواقض الإسلام، وهذا يخلينا نرجع أنفسنا. رموش الإسلام، والإسلامي هو يقرأ 4 كتب وشوية ثقافة عامة ويعرف هكاية حاجات، لا لا، الإسلام عنده أصول، تتعلم الدين على قواعد صحيحة. الدين هو اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، لما جاء سيدنا جبريل فجلس وسأل، وتعرف القصة والحديث في صحيح مسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. بعد ما انصرفش قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الدين متركب من 3 أشياء: من العقيدة والشريعة والأخلاق، من الإيمان والإسلام والإحسان. في اسمك تعرف العقيدة بنصوص صحيح على قواعد، مش ثقافة عامة هكاكا كأنك تقرأ على الرياضة ولا على الفن. هذا دين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الدين بقوة، اتعمق واقرأ واعرف ربي واعرف الكفر والإيمان واعرف السنة من البدعة واعرف الخير من الشر. الفراغ العلمي والفراغ المعرفي. بعض الأخوة تلقيناهم غديك في المكان فرحوا بينا، ربي يبارك لهم. البعض منهم اعترف وعنده جمعيات، منها جمعية أئمة المساجد هذه تابعة لوزارة الشؤون الدينية، يظهر قال لا هذوما وخياننا، هذوما ما نحبوش الفتن نحن. البعض قال هذوما أقاربنا من عرشنا يقربوننا، إيه شنو مشكل؟ نسكتوا على الكفر، نسكتوا على الشر، خاطر أنتم أنتي جاهل بالأمر هذا. فراغ علمي والعياذ بالله. كيفاش يكونوا خياننا هذوما وهم خرجوا من الملة؟ رب سبحانه وتعالى جعل الأخوة الإسلامية مبنية على أساس واحد هو الإيمان. دليل ذلك في سورة الحجرات حيث قال رب العزة سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، يعني ما يكونش عنده أركان الإيمان صحيحة سليمة ماهوش خويا، بعيد عليه، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويصلح أحواله. كيفاش يكونوا خيانة المجرمين هذوما وهما ينسبوا لربي عقيدة البداء؟ تعرف معنى البداء؟ يروي الشيعة بأن ربي سبحانه وتعالى يقضي قضاء معين، يحكم حكم معين، ثم يبدو له غير ذلك، يكتشف ثم نتائج أو عواقب مخالفة فيبدل الحكم نتاعه. يعني ربي سبحانه وتعالى شبهه بالبشر، يسبون النقص والجهل بعواقب الأمور. نظرية البداء هي من أصول عقائد الشيعة، يقول لك فعل كذا وقضى كذا ثم بدا له كذا فغير الحكم. أعوذ بالله، ربي سبحانه وتعالى هو ما يعرفش عواقب الأمور. ربي علام الغيوب، ربي عليم، ربي عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم السر والأخفى، يعلم السر والأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نظرية البداء هي نسبة الجهل لله عز وجل، وهي كفر، وهي ردة والعياذ بالله. كذلك من أصول الشيعة الشنيعة أنهم يرون بأن الإمامة والحكم هي من أصول الاعتقاد، وهذا كذب وافتراء. الإمامة والحكم هي من الفروع وليس من أصول الاعتقاد، ويبنيه على أساس أن سيدنا علي هو الذي أوحى له وقد نصبه وأوكل إليه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر متاع الحكم، والصحابة اغتصبوا منه هذا الأمر. فكل واحد ما يؤمنش بولاية علي وبأحقيته في الإمامة فهو كافر، وهذا كفر مباح، وهذا مغالطة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يترك أي توكيل
ولا أي وصية لأحد كائنا من كان، بل ترك الأمر شورى للمسلمين تطبيقا لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. كذلك يرون من أصول الاعتقاد هؤلاء الشرذمة بأن الصحابة يجب أن نكفرهم لأنهم قد حرفوا القرآن وقد غيروا الإسلام، فلما يلعنش الصحابة وخاصة أبا بكر وعمر والسيدة عائشة وحفصة فهو ليس بمؤمن، فهو كافر عندهم. إذا كان الصحابة اللي جابوا لنا الإسلام وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم نلعنوهم، شو بقى لنا في الدين؟ الدين مشى، رب سبحانه وتعالى يزكيهم فوق سبع سماوات. يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، في سورة الفتح. ويقول ربي في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذول المهاجرين يزكيهم ربي. والأنصار: القرى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واللي يجيهم من بعد الصحابة يقولوا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الشيعة يلعنون الصحابة ويحملون في قلوبهم الغل والحقد عليهم، واللي ما يلعنهمش عنده كافر. هؤلاء يرون بأن الإمام امتحهم والفقيه امتحهم معصوم من الخطأ، ويروا بأن الإمام امتحهم يعلم السر وأخفى وهو الذي يدبر شأن الكون، يعني جعلوا لله ندا. الإمام عندهم معصوم ويعلم الغيب، جعلوه لله ند، فهذا أكبر شرك وأكبر كفر بالله عز وجل. كذلك يرون بأن نكاح المتعة وزواج المتعة من أصول الإيمان، ومن ينكره فهو كافر، وغير ذلك من الخرابيط، وغير ذلك من خزعبلات ومن الشركيات المخرجة من الملة. فكيف يكون هؤلاء إخواننا؟ كيفاش؟ معقول إنسان عنده عقل؟ أقرأ، شوف الكتب، شوف العقائد، يقبل كل فرق شوية زيدية ممكن متوسطين قرب لأهل السنة وكذا، ولكن إيران ما خلت حتى حد معتدل. الكل غمتهم الزيديين العايشين في جنوب اليمن، الكل أغزاتهم وغصبتهم أفكارهم ولو يحاربوا في المسلمين. الآن حملوا السلاح في جنوب اليمن ويذبحون أهل السنة، يدخل على مدارس قرآنية يذبحوا بالخمسين بالسبعين ونستقر في القرآن. مش إخواننا، لا علاقة لنا بهم، لكم دينكم ولي دين. هذا يسبب الجهل. البعض قال هذا ما أقربنا، تو نحن مش نعادي ولد عمي أنا ولا شيعي ولا نسيبي. نقول له لا، القرابة ما تكونش على أساس أن النسب والدم، بتكون على أساس الإيمان. إذا كان أنا بابا كافر نكرهه ونبغضه في الله، خطر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: أوثق عمر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول ربي سبحانه وتعالى في آخر سورة المجادلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يستحيل باش تلقى واحد عنده إيمان بالله واليوم الآخر يعمل مودة مع واحد يحارب في ربي ويحارب في الرسول ويحارب في دين الإسلام. فما همش خيالنا وما يقربوناش وما نعرفهمش، أشنو نعمل بقى؟ نحاربوهم؟ نذبحوهم؟ لا، نحن ضد العنف. نحن قلنا ألف مرة نحن أصحاب حجة وأصحاب برهان ونؤمن والحمد لله بالتعايش. هذولا نحاربوهم بالحجة والبرهان وبالعلم مش بالسلاح، ما دام ما تعدوش علينا. لكن مش وصلوا يعملوا كما في سوريا، وقتها تولي أمور أخرى ولكل حادثة الحديث. عنا دليل، عنا حجة، يزلنا نقوم بواجبنا مش نبصر الناس ونعلمهم. فهذول لهم إخواننا ولا يقربوننا. فالفراغ وخياني، الفراغ المعرفي والجهل
خلى الناس تسقط عليهم وهم يتمداوا وينتشروا في البلاد. الحاجة الثانية بعد الفراغ العلمي والمعرفي، الفئة الثانية هي الفرقة. والعياذ بالله نلقاه مش في جابس بركة ولا في الحامة، في معظم ولايات الجمهورية. والفيروس هدايا والداء هدايا هو سبب الهزيمة متاعنا، ومش يخلينا ديما نتابع، مش يخلينا ديما مهزومين ومنه في الحوش. وما ينتصرش الإسلام ما دمنا تنخر فينا الفرقة وتنخر فينا التشاحن والتباغض والتدابر، والعياذ بالله. الجماعات الإسلامية كل فول له في نواره، كما النصابة متاع السوق متاع المرش، كل واحد عنده سلعة يبيع فيها ويتمنى ما ضبيه صاحبه وزميله وجاره يسكر ولا يفلس، على قاعدة صاحب صنعتك عدوك، وهذا ليس من أخلاق الإسلام. فنقول للجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية فيقوا على رواحكم، لقد آن الأوان لتوحيد الصف ولجمع الكلمة. رب سبحانه وتعالى أمر بالوحدة وأنتم تناديوا بالفرقة، ليس من الإسلام. الآن عندنا عدو مشترك، عندنا كافر، عندنا ملحد، عندنا إنسان يعادي الإسلام، هذا كان عاديوه ونقف كل ضده. أما الإنسان اللي معانا اللي يؤمن بالله ويؤمن برسوله وبالسنة ويعظم الصحابة ويعظم القرآن، فهذا يخونا في الله. حتى ولو اختلف معه بعض الخليفات بسيطة ما فهم، حتى مش ما فهمش فروق كبيرة، ما فهمش حاجات تخلينا نتشتتوا باش يقعد الصوفي يعادي السلفي والسلفي يعادي النهضاوي والنهضاوي يعادي التحريري والجهادي يعادي السلفي وهر مجر. لا، الكل ما خيال، الكل من أهل القبلة، لازم نحط اليد في اليد. أنا الأول أما توحد، رب سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني والحديث في صحيح الجامع، قال أبشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أن القرآن والسنة موجودين بين يدينا والكل نؤمن بالقرآن والسنة، فلنتمسك بهما فإن من الله لن نضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الطريق الواضح السالكة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فوحدوا صفكم يرحمكم الله، ما تكونوش كما المشركين، ما تتشبهوش بالمنافقين. رب يقول في شأنهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى في شأن أهل النفاق تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إياكم الفرقة، حطوا يديكم في دين بعضكم، رانا عنا أعداء يتربصوا بينا، أرينا البلاد باش تمشي في هاوية إذا كان نقعدوا مفترقين ونطعنوا في بعضنا ونكفروا في بعضنا ونبدعوا في بعضنا. عندنا قواسم مشتركة نشتركوا في 80%، عندنا 20% خلاف نتركوها. كما يقول في القاعدة الذهبية متاع محمد رشيد رضا رحمه الله، وقد تم تعديلها، نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتحاور فيما اختلفنا فيه. نقعد نتحاور ونتناقش مش مشكل، أما ما تخرجنيش بالساحة وما نخرجكش، أنا محتاج لك وأنت محتاج لي في الحرب دي. رب سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا خياني اليوم حرب بين الكفر والإيمان، حرب بين الكفر والإيمان، فكونوا في صف الإيمان ووحدوا أهل الإيمان ولموا شعثهم واجمعوا كلمتهم. لن نفلح، لن ننتصر إلا بكلمة التوحيد ثم بتوحيد الكلمة، إلا بكلمة التوحيد إخلاص ثم بتوحيد الكلمة. فوحدوا صفكم أمام الأعداء، ما تنشروش غسيلكم، ما تظهروش عيونكم أمام الأعداء. لكن النهار بتحاور أنا والإخوة ونقول لهم في التركينة وفي البيت وحبنا نتعاركوا بالبون يا كلزم بين بعضنا، نصلح بعضنا. أما قدام الأعداء يزلنا نظهروا إن إحنا صف واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج للحرب، يخرج للغزوة، يهز معها الصحابة الكل، الصالح واللي ناقص إيمان، الضعيف والقوي، حتى المخمور، حتى اللي يشرب الخمر يهز معاه، حتى اللي كان فاسق واللي ارتكب الزنا واللي عمل عام يهز معاه، الناس كل يخرج معاه، ما يستثنى كان المشركين والكفار، الناس كل يحاربوا معاه، ما ميزهمش، ما قال لهم ايه صفوا روحكم، يخرجوا معاه كان ضرب 24، نحن في حالة حرب تماما، في زمن واحد وصفنا، ونلموا شعثنا،
ونخليش الأعداء يفلوا فينا. فالفئة الثانية اللي خلت الناس يوقفوا وينتشر فيهم هالفكر الخبيث هو الفرقة. فوحدوا صفكم يرحمكم الله. آن الأوان أن نضع اليد في اليد ونتجير في الخلافة نتاعنا إلى حين طول نقشها فرصة أخرى. مش وقت طب مش نقعد نتناقروا ونقعد نقرقشوا في مسائل هي من الدين ولا كلام، ولكن نجم من أجلها الظرف ما يسمحش الآن. ثالث فهي الفقر اللي خلت بعض الناس يتبعوا مذهب التشيع والعياذ بالله. وهذا لاحظناه بلاد فقيرة وناس تعبانة مساكن وشباب عاطل عن العمل فيغريوه بحاجتين، يغريوه والحاجتين هذو محسسين، يغريوه بالشهوة ويغريوه بالمال. أما الشهوات وهي أخطر فزواج المتعة وما أدرك ما زواج المتعة. الآن سفرات بين طهران وبين تونس بنيات جميلات يجيوا إيرانيات ويطوف على الشباب ويقولوا واي واحد يجي يقولوا له تحب تربح حسنات تحب ثواب عند ربي فعليك بزواج المتعة، تبات مع البنية هذه ثلاثة ليالي عندك أجر عظيم عند ربي. يهبلوها الراجل يقول سبحان الله أنا ما أعرف وزنها نعرفها كبير من الكبائر، ولا طوى طاعة يقولوا لي إيه نعم طاعة. واللي ينكر زواج المتعة عند الشيعة كافر والعياذ بالله، خاطر من أصول الاعتقاد. ولذلك هم اشتروا النقطاء. مرة واحد شيخ في حوار على التلفزة على الهواء تحداه واحد سني قال لك أنت اثبت لي أنت يا شيعي شكون بوك تو نتبعك وندخل معك في الدين نتاعك. فهبط راسه ونكس راسه معظمهم النقطاء. الشبيح المجرمين اللي قطفوا خيالنا مع بشار النعجة وكلهم اطفال بتاع زواج المتعة نقطاء. البنت عمرها 8 سنين تمارس زواج المتعة والعياذ بالله. ما نحبوش هذه ينتشر في بلادنا. كفانا زنا وكفانا خناء وكفانا امهات عازبات وكفانا فساد وهم وبلاء. نزيدوا عليه ونقننوه ونعطوه صبغه شرعيه ويولينا ما شاء الله مرأة بالخيجين بالخمار وبالحجاب وبالنقاب وتمارس زواج المتعة والعياذ بالله. فاثروا على الشباب وسحروهم وهبلوهم بالشيء هذايا، ولكن باذن الله ولادنا ثابتين وربي ينصرهم ويقويهم. العنصر الثاني هو الفقر. ناس فقراء يغريهم بالمال. يحكي لي واحد من الحامة قال لي جاري شيعي جاء قال لي تسب السيدة عائشة حاشاكم تبول على البخاري ومسلم حاشا بيت رب نعطيك 100 دينار. طب إغراءات يسبهم المؤمنين عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح الجامع من سب الصحابة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال في البخاري لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لو كان ينفق جبل أحد أطنان من الذهب صدقات ما يوصلش المد بتاع الصحابي ولا نصفه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوهم مقابل دراهمات تجوع الحرة وتأكل بفديه. إيران الآن عملت مشروع متاع مصنع متاع سيارات جابته تونس رفضته مصر ونحن قبلناه. كانوا مش يعملوا في صفاقس قالوا لا نحبوه في جبس، والآن الأشغال ماشي مش يعملوا في جبس لأن ذاك المعطر انتحى. كل عائلة تخدم يزوم تكون شيعية يما تتبع الشيعة وتاكل الخبز معطوها الفلوس ولا لا. وكالة أصفارس من الزهراء بالعشرات والمئات جيب جواز سفر ومشي دوام تفسح وخون فلوس مصروف بغراءات. نحن راكدين نحن نغير على ديننا. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. وقلناها للسلطة قلنا لها مستعدين مش نموتوا بالشر وما نرضوش الدنيا في ديننا. ما نحبوش الصحابة يتسبوا، ما نحبوش القرآن يتسب، ما نحبوش النبي صلى الله عليه وسلم يتسب، ما نحبوش الدين بتاعنا يتهان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. رب سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين أعزنا بالإسلام فكل من تمسكوا به رنا أعزاء وكل من بيعوا ديننا رنا نذله. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سيدنا عمر لما دخل أرض الشام بيت المقدس وهو حافي القدمين يخوض الماء والطين الصحابة عاروا عليه كيفاش ما لبسش وما تهممش فصاح وقال كلمته العظيمة التي بقيت ذرة في جبين التاريخ. قال لقد كنتم أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبتم العزة في غيري أذلكم الله. نحن ربي أعزنا بالإسلام كنا على ضلالة فأكرمنا ربي بهذا الدين. فنحن نشهد الله أننا نؤمن بالله ونحب الله ونؤمن برسول الله
ونحب رسول الله ونحب صحابة رسول الله ونذب عنهم وندافع عنهم بالغالي والنفيس بكل الوسائل المشروعة بإذن الله. فأحبتي في الله في قرارهكم يلزمكم تعملوا دعوة، يلزمنا نتحرك الناس كل في كافة المناطق والولايات، نعرف الناس بالعقيدة بتاعهم، نعرف الناس بالإيمان، نعرف الناس بالصحابة ونحببوهم باش الفيروسات والجراثيم هذه ما تعثرش في أولادنا، مش ما تدخلش للبيوت بتاعنا. الآن عائلات في المرسى متشيعة ومناطق عديدة ويركزوا على الرموز، الإعلام شروه بالفلوس، مصالح تحت القضاء القومية العربية والمقاومة، هو كله كلام فارغ، لا ثم ولا مقاومة ولا يحزنون. جماعة حزب الله في جنوب لبنان خلاوا إسرائيل وجاءوا يذبحوا في السوريين الآن يحاربوا مع سيدهم بشار الأعجم. مين الشيطان الأكبر؟ أمريكا. لو كان جات أمريكا عدو ليكم ما تخليكمش تعملوا ترسانة نووية وتسكت عليكم، تنتم أصدقاء. كيفاش طاح صدام حسين وكيفاش طاحت أفغانستان؟ بتواطؤ منكم منكم ومساعدة من إيران. أخي نحن درويش، نحن أغبياء. قال لك الطاغوت الأكبر الشيطان الأكبر أمريكا والمقاومة، هذا يتعدوا على الناس البلة السذج الحمقى. أما شبابنا طبعا عنده وعي ما شاء الله وفايق، فيلزمنا نعتز بديننا، يلزمنا نعليه كلمة الله ونحب صحابة رسول الله. ونحن إن شاء الله مش نطالب السلطة، إذا كان مازالت فما بالحق سلطة باش تعمل بند في الدستور يجرم التعدي على المقدسات، اللي يتعدى على المقدسات يمشي يتحاسب أكبر حساب، ويجرم التعدي على أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله. في الكويت عملوا قانون اللي يسب صحابي واللي يسب أم المؤمنين إعدام، كلهم سكتوا وتخبوا الخفافيش والجرذان متاع الشيعة. قانون كما قال سيد عثمان يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فنحن نطلب السلطة باش تعمل قانون يبعدنا من المشاكل، باش ما تدخلش البيت في حرب أهلية، شبابنا متحمس وسخون وممكن تولي حرب. فنحن ما نحبوش، نحبوا السلطة تتصرف باش نحن نبعدوا عن الأمور هذه. فيبارك فيكم في قرارواحكم وصولوا دينكم واحميوا الشريعة الإسلامية ودافعوا على الصحابة بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. رأيت في التلفزة التونسية قناة 7 أن وزير التربية يقول بأنه لا مجال لفتح فروع مدارس زيتونية في تونس، ونحن نمنع التعليم الموازي، تعليم الدين الموازي. الكلام هذا كلام مردود ولا قيمة له، وهذا ينافي القانون الأساسي بتاع جامع الزيتونة، لأن اطلعت على القانون الأساسي بتاع جامع الزيتونة اللي أمضوا عليه 3 وزراء: وزير الشؤون الدينية، وزير التعليم العالي، وزير التربية. يقول بأنه جامع الزيتونة مؤسسة تعليمية مستقلة، مستقلة عندها قانون خاص تعليمية، والشهيد بتاعها شهيد موازي لشهيد الجامعات والمعاهد. الإنسان اللي يقرأ في جامعة الزيتونة لكمل 4 سنين ياخذ شهادة جامعية كما اللي يقرأ في كلية الآداب وجامعة الزيتونة وصفاقس وغيرها. هذا قانون شغول في الوطن بتاعنا. فلاحظنا ثم تراجع بعد ما السلطة وافقت على جامعة الزيتونة واللي كانت تدافع عليه منذ عقود، وكنا ننتقده في بورقيبة بأنه حارب جامعة الزيتونة وسكره، اللحظة ثم تراجع الآن. جامعة الزيتونة نحو ماشي نحو إغلاق بتعلات واهية وأمور لا تقنع. فنقول ولو جامعة الزيتونة هو معقل من معاقل الدين الإسلامي وهو كعبة العلم، ونحن إذا كان سكر جامعة الزيتونة مرة أخرى فلا خير فينا. وجامعة الزيتونة القانون بتاعه الأساسي يسمح له باش يحل فروع ومعاهد ومدارس ابتدائية وثانوية في كل ولايات الجمهورية، والقانون طبعا عليه، وفما هيئة كاملة قانونية مركبة من قضاة ومحامين
تشرف على إدارة المسألة هذه. فنحن نقول الصوت عليه تراجعت تحت ضغط العلمانيين وتحت ضغط الأمريكان والفرنسيس، نقول الخوف رب أروا الدين أعز من الكرسي وأعز من الفلوس وأعز من كل شيء. فاتقوا الله في دين الله ولا تبيعوا دينكم لإرضاء أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الفسق. نحن شنو قيمتنا بدون دين؟ وعلاش الشعب متاعنا قاعد جاهل وتعبان؟ خاطر ما ثماش ثقافة، ما ثماش وعي، ما ثماش تربية. لو كان جاء جامع الزيتون يشتغل وجات الفروع والمشايخ والعلماء يشتغلوا، رانا في حالة غير الحالة هذه، رانا ما شاء الله ربي فتح علينا. فنقولوا اتقوا الله بجامع الزيتون، ما تزيدوش تخذلونا، راهو ذاك معقل ويلزم الناس الكل تتعاون، الناس الكل تساعد باش تصلحوا باش تقيموا على ركائز أساسية. نسأل الله أن ربي يرجع بينا وربي يهدينا سواء السبيل. واحد من الأخوة سني على صيام أيام شوال، وكما ثبت من حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنه صام عام كامل 30 في 10 300 و6 في 10 60 والعام القمري 360 يوم. قال لي أنا عندي قضاء متاع رمضان النجمش نعملهم 2 في 1 كما الشامبوان. قلت له لا ما تجيش. علاش؟ خاطر ما يركبوش على بعضهم. قضاء رمضان فرض وصيام أيام شوال سنة، ما تجيش. حاجة من نفس الجنس من نفس النوع تركب على بعضها. مثلا بعض الأخوة مثلا صايمين اليوم، ربي يبارك فيهم، صايمين الجمعة والسبت والحد، شي سماهم الأيام هذه صيام الأيام الأيام البيض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب على صيام أيام البيض. فكينوا أنه نصيم الأيام البيض ومعهم أيام شوال خارق العادة، ويزيد يقدر يدخل عليه الاثنين، يولي ناوي أيام البيض وناوي شوال وناوي الاثنين والخميس، ما شاء الله تبارك الله، يعمل 3 في 1 مجزوز في 1. فهذا فرض ربي واسع. علاش؟ على خاطر كل من نفس النوع كلها سنة. كيما واحد يتوضا ويجي يمشي للمسجد ينوى تحية المسجد ويوم سنة الوضوء زوز في 1، ما شاء الله تبارك الله. أما إنسان باش يقضي رمضان ويقول نصيم اثنين وخميس وندخل فيها شوال ونقول له لا ما تركبش على بعضها، فأقضي الأيام نتاعك ومسافر نهار ونهارين وصيم أيام شوال. أما المرأة فعندها رخصة، وأنه يجوز لها باش تصيم أيام شوال حتى ولو ما زالت ما قراتش رمضان. نعم، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، حتى لا تفوتها الفرصة، حتى ما تتحرمش مسكينة، لأنه يعني ممكن تجيها الحوضة الدورة متاعها والحيضة فتحرمها من صيام شوال. فنقول لها صيمي أيام شوال واقضي رمضان على راحتك، لأنه يعني ثبت عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقضي أيام رمضان في شعبان من العام القادم. فلا بأس بذلك، الأمر واسع، ما تشددوش، ربي يتقبل مني منكم صالح الأعمال، وربي يثبتنا على الصراط المستقيم وينصر مع القوم الظالمين. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وراجع بنا إلى صراطك المستقيم. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم يا قوي يا متين، عليك بالصهاينة الغاصبين، ومن عاونه من الصليبيين، ومن خدمه من المنافقين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا
يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم يا حفيظ احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم عليك بالروافد الملاعين، اللهم دمرهم يا أكرم الأكرمين، أو اهدهم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.